السد اللي غتصوغ في العلاقه الا انكر تيم توتوين تيمازيغين دووال امازيغ اللغه الامازيغيه يعني العلاقه التاريخيه العلاقه والسد اللي غادي نير الاخير انه تلايت العلاقه خاطر انكر تمطوط دووال امازيغ اشكو تمطوط تمطوط ايومز اللغه يدهات دقيق خصها نبحث وكار هو ولدت العلاقه يدهات ماشي غير تاريخيا ولكن حتى اللغه دغي خص الشباب يهتم اكثر سوا ولدهات يعني العلاقه بين المراه واللغه والعلاقه الوطيده التي حتى حد الان كانت تاريخيه المراه يعني هي التي حافظت على التراث على الثقافه الشفويه الى اخره يجب ان نتخطى هذا ونغور في يعني اكثر في العلاقه الباطنيه بين اللغه كلغه كنسق والمراه كحامل لهذا النسق وهذا يعني شيء يجب ان يعاد فيه النظر لانه لا نراه بالنسبة للغة العربية ولكن ليس بالنسبة للغة الأمازيغية.